ولتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الحكومية في ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا بك معنا سيد يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيد يحيى. عملية عسكرية جديدة تشنها القوات الأمنية وميليشيات الحشد أيضا في محافظة ديالى، لماذا برأيك هذا الاستهداف المستمر من قبل القوات الأمنية والميليشيات على المحافظة؟ محافظة ديالى تشهد منذ بداية الاحتلال هذه الحملات العسكرية لتفجير أهلها وفق نهج تتخذه الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال منذ عام 2003 لتغيير ديموغرافية المنطقة والسيطرة على أراضي ديالى وثرواتها، وذلك وفق مخطط مرسوم. لذلك هذه العملية لم تكن الأخيرة وليست الأولى في عملية تجريف البساتين ومضايقة أهلها وتهجيرهم ومصادرة مصادر رزقهم من أجل إشعار المواطن في ديالى بأنه غير مرحب به في بلده وعليه أن يغادر هذه المحافظة. هذا هو ما تريده الحملات العسكرية للحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال، وكانت هذه هي آخر الحملات وليست الأخيرة. بالنسبة لإشراك ميليشيات الحشد في هذه الحملات، هل هناك إشارة ما تفهم من هذه عملية إشراك هذه الميليشيات؟ الحشد الآن يعتبر هو المؤسسة الأقوى في ضمن حكومة الاحتلال أو ضمن حكومة مصطفى الكاظمي. الحشد الآن هو من يوجه القوى الأمنية والجيش لتنفيذ مهماتها، لذلك ليس غريبا من أن يشترك الحشد أو آلية الحشد في هذه الأعمال الداعية إلى التغيير الديموغرافي في ديالى كما تعمل في المناطق الأخرى سواء في الموصل أو الأنبار أو صلاح الدين. بالنسبة للخيارات، هناك يعني خيارات أهالي ديالى لمواجهة هذه الحملات، ما هي خياراتهم الآن؟ أخي الكريم، أهالي ديالى واجهوا هذه الحملات منذ البداية بما يمتلكونه من مقاومة، لكن الآن ليس لهم حول ولا قوة بعد أن سيطرت عليهم هذه الميليشيات وهذه القوى الأمنية بمباركة الاحتلال الأمريكي والإيراني. لذلك هم أمام مشروع للتغيير الديموغرافي، وليس هناك من يستجيب لا لطلباتهم لا من ممثليهم. هؤلاء شهود الزور على تدمير أهلهم وشعبهم ومناطقهم، والذين لا يهمهم سوى جميع المكاسب من هذه المناصب كأعضاء مجلس نواب أو محافظات أو غيرها. لذلك لا يمكن إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن يجدوا طريقا آخر بعد أن تخلت عنهم كل المنظمات سواء الدولية أو العربية أو الإسلامية، وبقوا لوحدهم يواجهون هذه القوى المتغطرسة التي تعمل على إذلالهم وسرقة أرضهم وتدمير دورهم. شيخ يحيى، يعني أحد النواب صرح بأن جميع الخيارات الآن باتت مفتوحة أمام المواطنين والعشائر للدفاع عن مناطقهم. السؤال هنا، إلى أي مدى برأيك تفتح تصرفات الحكومة الباب أمام الفوضى الأمنية في المحافظة وتقدير حياة الناس؟ أخي الكريم، هذا كلام يعني لا قيمة له. الخيارات مفتوحة أمام هذه العشائر التي شنت عليها حملات عسكرية متعاقبة، أخذ منها حتى سكين الفواكه من مطابخهم. ليس لهم من مواجهة إلا كما واجه أهلنا في فلسطين قوى الاحتلال بالحجارة. ليس هناك من خيار أمام عشائرنا سوى الوقوف بوجه هذه الطغمة الفاسدة. هو هذا النائب هو أحد شهود الزور الفاسدين الذين يكسبون امتيازاتهم على حساب مآسي ودماء أهله دون أن يقدم شيئا لهم.
إذا أمين سر مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.